سوريا وما أدراك ما سوريا. سوريا هي مو بس رسمة على الخريطة، سوريا مو بس دولة بالشرق الأوسط، سوريا هي مهد الحضارات، هي البلد اللي انبنت فيه أعظم الإمبراطوريات من الأزل. من لا يعرف سوريا لا يعرف من هم العرب. بتعرف شو يعني سوريا؟ يمكن الكثير منكم ما بيعرفها، والأغلبية بيعرف عنها الحروب والدمار واللاجئين السوريين، بس أنا اليوم رح أقلك مين هي سوريا. سوريا هي اللي قدمت أول أبجدية بالتاريخ للعالم. سوريا هي منبع النوتات الموسيقية اللي انتشرت بالعالم لتاريخنا اليوم، وأول شجرة زيتون بالعالم انوجدت بسوريا، وأول أرض بتنتج القمح هي كمان بسوريا، وأول مين استخدم كلمة مرحبا هنن المسيحيين القدامى السوريين. الكلمة اللي مؤلفة من شقين، مر تعني الله، حبا تعني المحبة، وإنه لغة السوريين الأصلية هي السريانية المشتقة من الآرامية. أنت بتعرف مين تكلم بهاللغة؟ السيد المسيح عليه السلام. ومن سوريا كانت انطلاقة المسيحية اللي بشر فيها بولس الرسول ويوحنا المعمدان اللي توفي ودفن بسوريا، وإنه بسوريا أول مأذنة إسلامية بنت هي مأذنة العروس بالجامع الأموي بدمشق، وإنه عاصمة سوريا دمشق هي أقدم عاصمة مأهولة بالسكان من سنة 635 قبل الميلاد، ومدينة حلب السورية هي أقدم مدينة بالعالم. ولزيدك من المعلومات لسه أكثر، سوريا سكن فيها 11 حضارة مختلفة من العالم، وإنه أهم المخترعين والعباقرة والشعراء هم سوريين، مثل ستيف جوبز ونزار قباني ورائد الفضاء محمد فارس، ومكتشف الدورة الدموية العالم السوري ابن النفيس. مو بس هيك، أول مين اخترع الميزان هن شعب سوريا القدامى، وأول البنوك والشركات والفنادق افتتحت بسوريا. وتعال لعرفك لسه أكثر، سوريا قبل الأزمة شو كانت كمان؟ سوريا بعمرها ما كانت عبء على أحد، واللي طول عمرها مكتفية ذاتياً، واللي بتمنع الاستيراد وبتصدر أجود أنواع البضائع كالحرير والنسيج وحتى المواد الغذائية كالخضروات والزيوت. سوريا قبل الأزمة كمان 80% من شعبها بيملكوا منازل ذات ملكية خاصة، أول مدرسة انبنت بالتاريخ بسوريا، وأول بلد عربي سارت فيه سيارة بشوارع دمشق بسوريا، وأول بلد درس الطب اللغة العربية هي كمان سوريا. سوريا استقبلت الإخوة اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين والأرناؤوط وحتى الشركس والأرمن والأكراد والتركمان، حتى اليهود المسالمين منهم، وما بنوا لهم ولا خيمة. هي سوريا. بشوفكم بحلقات أخرى عن سوريا. سلام.